السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علم أميرة. وصفة اليوم عبارة على فطائر بحشوة اللي هي اقتصادية جدا، كيجيو رطبين وخفاف. كنتمنى نال الإعجاب ديالكم وتشاهدوا الفيديو إلى الأخير. على بركة الله ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض والقليل من السكر والملح، وعندنا الخميرة الفورية، وغدا نخلطوا الكل، وغدا نزيدوا 100 غرام ديال الزبدة تكون لينة، وغدا نرملوا بها المكونات حتى تدخل لهم الزبدة. غدا نجمعوا العجين ديالنا. غدا ناخد كأس ديال الحليب يكون دافي، كما كتشوفون وضعته كامل. عاد غدا نشوف شحال خصني نزيد، تاني على حسب نوعية الدقيق. انا خدت الكاس الثاني ديال الحليب، ما عامرش يكون دافي، وغادي نزيد بشويه بشويه حتى تجمع لينا العجين. جمعت العجين، شاط ليا 4 كاس ديال الحليب، ثاني على حسب نوعيه الفورس، كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. كل العجينه حتى تولي رطبه. دلكتها انا جمعتها، وغادي نغطيها ببلاستيكه وغادي نخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها. خمرت لينا العجين، ضعف الحجم ديالها، قطعها من نصف، خد الطرف الاولاني وغادي نشكلو على كويره وغادي نغطيه في بلاستيكه. خد الطرف الثاني من العجين وغادي نطلقو بالمدلك. قبل ما نطلقوه انا رشيت القليل من الدقيق غير باش ما تلصقش لينا العجين ديالنا. قطعتها، غادي ناخد واحد السكين وغادي نبدا نقطع فيها حتى نشكلها على شكل مستطيل. قطعتها وشكلتها على شكل مستطيل، غدا ناخدو الحشوة اللي هي اقتصادية جدا، كاشير أو مرتديلا والفرماج أحمر. غدا نوضعو أول حاجة مرتديلا، يكونوا دوائر، وغدا نوضعوهم هابطين شوية على الطرف الأولاني ديال العجين كما كتشوفو بهالطريقة هادي. ناخدو الجبن الأحمر وغدا نوضعوه فوق من مرتديلا، وغدا نتنو عليه العجين أو الطرف الموالي، وغدا نبداو نضغطو بأطراف أصابع الجوانب باش نثبتوهم مزيان. وغدا ناخدو سكين وغدا نقطعو الطرف الزائد. وغدا ناخدو فرشيطة وغدا نبداو نلصقو الجوانب بها الطريقة هذه، وغدا نبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نكمل بطريقة اللي هي سهلة وواضحة. بعد ما سرحت العجين ديالي وشكلتها على مستطيل، غدا نوضعو مرتديلا وغدا نوضعو فوق منه الفرماج أو الجبن الأحمر، نعطيوها بالطرف الموالي وغدا نضغطو عليها مزيان، نثبتوها او نلصقوها بالاطراف الاصابع. ناخذ سكين وغدا نقطعو الطرف الزائد، وغدا ناخذ واحد الفرشيط وغدا نبداو نلصقو او نثبتو في الجوانب بهالطريقه، نثبتوهم مزيان وكنحصلوا على فطائر سهله ورائعه على هذا الشكل. بعد ما كملنا وضعتهم في صفيحه الفرن اللي دهنتها بقليل من الزيت، وغادي ندهنهم بصفر ديال البيضه وقطرات من الخل. ما دهنا الفطائر غادي نوضعوا واحد الخطوط مائله. شوفوا انا زيتهم بالبافو، وغدا ندخلوهم الفران درجه حراره 190 درجه، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر، كيجيو رائعين وكيجيو رطبين بزاف بحشوه اللي هي اقتصاديه ومكونات بساط. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيجيونا خفاف ورطبين وخاوين من الداخل،
كما كتشوفوا انا قطعت لكم حيطه باش تشوفوها كي كيجيو من الداخل كيجيو خاوين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، فعلا يستحقوا التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.